مع أجواء الاحتفال دائما أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد أربيغ أمس على مراسيم رفع العلم الوطني أحياء للذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة. هذا وأكد أربيغ عن استبعاد كافة المظاهر الاحتفالية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المحتل. رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نلتقي اليوم لنستحضر ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 بطريقة مميزة نبتعد فيها عن كل المظاهر الاحتفائية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش الإحنة والمحنة والإبادة الجماعية من جراء تواصل القصف المدمر. والجزائر إذ نددت في أكثر من محفل إقليمي ودولي بهذا العدوان الغاصب ودعت لوقف هذه الحرب الوحشية التي نسفت كل قيم الإنسانية والحضارية. وهذا الموقف الجزائري الشريف الذي يعبر عنه دوما السيد رئيس الجمهورية نصرة لأشقائنا المضطهدين في فلسطين المحتلة وهو وجه من أوجه الوفاء لتاريخنا الوطني. كما وقف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد أربيغ وقفة إجلال وعرفانا بتضحية الشهداء وبطولات المجاهدين في تحقيق النماء والازدهار الذي ننعم به اليوم. والشعب الجزائري إذ يستحضر ذكرى ثورته التحريرية المجيدة وهو يتمتع بأفضال الاستقرار والطمأنينة والسكينة ومقومات النماء والازدهار بقيادة حكيمة رشيدة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإنه يقف بوقار ووفاء واعتزاز لذاكرة شهدائه الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الجزائر. ولا يسعنا في هذه السانحة إلا أن ننحني بخشوع وإكبار أمام الأرواح الطاهرة الزكية للشهداء الذين ستظل رسالتهم الخالدة رسالة نوفمبر رسالة أبدية أيضا واجب التجلة للمجاهدين أطال الله في أعمارهم ونفع الأمة ببركة وجودهم لتستكمل الجزائر الجديدة تشييد صرحها الوطني في كنف العين الصاهرة على أمن واستقرار وطننا جيشنا الوطني الشعبي. من جهته ثمن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني قرار رئيس الجمهورية القاضي بتأجيل الاحتفالات المخلدة للذكرى تضامنا مع الأشقاء في غزة. كل التاريخ هذا موجوع من هذه الجرائم تاع الإبادة والجرائم في حق الإنسانية ما تكتملش الفرحة تاعنا وفلسطين بهذا المشهد. كل عائلة جزائرية الآن تتألم يوميا بالدموع بالأحزان، ولكن احنا كيف نحول هذا إلى مواقف قوية جدا اللي عبرت عليها الجزائر كدولة وشعب في موقف منسجم لدعم فلسطين وكسر جدار الصمت. هذا راه واضح، وأيضا آليات أخرى للمرافعة حول حقوق الإنسان والمرافعة مع المنظمة الدولية للإدانة. هذا وعبر المواطنون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية مؤكدين أن تأجيل الاحتفالات بذكرى 69 لاندلاع الثورة يعتبر أمرا ضروريا نظرا لأحداث غزة. ميكروفون مبارك رياح. جزائر فلسطين شعب واحد مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، بصح حنا جينا حضرنا ووفدنا على نتاع فلسطين. فلسطين ظالمة ولا مظلومة أجي ما نحتفلوش، بصح الله يرحم الشهداء يعني حاجة ضرورية نحتفل. ما حاجه مليحه دارها الرئيس ورانا معاهم، يا لو كان بالدرافو يا لو كان بالاعلام. الله يرحم الشهداء غزه، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا،
بالاحياء عند ربي يرزقون، وان شاء الله ربي ينصر غزه كما نصرنا حنايا.